السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة ماك اند شيز بطريقة سهلة، وكمان هنزينها بالتوريتوز عشان بجد وجبة حلوة جدا، سهلة وبسيطة ولذيذة، وكمان الولاد هيحبوها قوي. تقدري تعمليها بقى بين الوجبات، لسه ما خلصتيش الغدا وكمان الولاد مستعجلين، تعمليها كده كتصبيرة مش هتاخد منك وقت خالص، وكمان تنفع جدا في جوع نص الليل. ان شاء الله الوجبه تعجبكم، هنعملها بكل بساطه. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك للفيديو. يلا بينا على بركه الله، اهم حاجه نبدا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده نوع المكرونه اللي بنستخدمه في الماج اند جيز، وكمان هبدا ان انا اسلقها. يعني حل على النار، حطيت فيها ميه وحطيت فيها ملح، واول ما الميه تبدا تغلي ابدا اسلق المكرونه. المكرونه هنا تستوي لحد ما اجي ادقها الاقي بس فيها عضه بسيطة خالص، يعني تستوي سوا كويس قوي. تمام، على ما المكرونة تتسلق هنكون كمان جهزنا البشاميل بتاعنا. هي بشاميل عادي جدا يا بنات، ما فيهاش اي حاجة خالص، بس الفكرة ان احنا هنزود جبنة. البشاميل اللي بنعمله ازاي؟ مقدار السمنة او الزبدة هو نفس مقدار الدقيق، يعني معلقتين لمعلقتين، 3 معالق ل3 معالق. تمام كده، بس انا هنا الزبدة بتاعتي زيادة سيكة، يعني ما فيش اي مشكلة لو جت زيادة مننا شوية. سيحت الزبدة وبدأت عليها، نزلت بمعلقتين من الدقيق وهظبطهم بالشكل ده. طبعا معلقتين من الدقيق هياخدوا معانا قد ايه لبن او حليب؟ هياخدوا 2 كوباية، فانا هحط 1 كوباية من اللبن الحليب وهحط عليها 1 كوباية بنفس 1 كوباية كده مية. تمام، بعد ما الدقيق بتاعي اتحمص حلو ونزلت باللبن، بعدين هضيف عليه المية. بس اهم حاجة ايدك ما تبطلش تقليب علشان ما يكتلش منك. طيب، في بنات قالوا لي بنحتاس قوي لما نيجي نعمل بشاميل وبنخاف يكتل، واحيانا فعلا بيكتل وبيرموه. لا حرام خالص يا بنات ما ترموهوش. الفكره لو انت عندك مضرب سلك اشتغلي بيه بسرعه، وكمان غير كده ممكن لو لقيتيه كتل منك قوي وعندك هاند بلندر فاضربي بيه الخليط بتاع البشاميل. حطيت عليه ملح وفلفل، شويه بابريكا عشان يظبطوا اللون، وكمان هحط عليه شويه من الكاري. الكاري بيبقى طعمه حلو قوي، وكمان طعمه بيكون قريب قوي للجبنه الشيدر. تمام كده، بس كده هنا نفس اللي ما احنا شايفين كده معاكم، الخطوات مع بعضها اهو علشان نكون ماشيين مع بعض خطوه خطوه، وتعمليه في اقصى سرعه وكمان بكل سهوله. يعني على ما المكرونه بتتسلق بنكون جهزنا البشاميل، شايفين ما خدتش مننا وقت خالص. هدي بس للمكرونه تقليبه كده علشان تستوي من كل جهه زي التانيه، وبعد كده هقلب البشاميل بتاعي. خلي نارك متوسطه علشان يكون شغلك مظبوط، وما تخافيش ولا حاجه تبوظ منك من الجهه التانيه. تمام كده، قلبت البشاميل، ايدي بقى على طول بتقلب فيها. على النار دلوقتي على البشاميل سنه واحده علشان يبدا يغلي معايا. شايفين القوام مقدما كده، هستنى بقى ياخد غلوتين. في الوقت ده انا كنت شلت المكرونه استوت علشان اصفيها واشطفها تحت الميه، وبعد كده هبدا انزل الجبنه بتاعتي على البشاميل. تمام، هنا انا مستخدمه جبنه موتزاريلا، ودي اللي كانت متوفره عندي، بس عايزه اقول لكم ان اساس الوصفه انه بيكون جبنه شيدر. تمام، والموتزاريلا دي بتتحط اضافي. تمام كده، فلو عندك جبنه شيدر يكون افضل، لو عندك ميكس جبن ضيفيه. كل ما الجبنه الشيدر كانت اقدم كل ما كان طعمها احلى. تمام، دوقي هنا البشاميل علشان الملح، ولو انت حاطه جبنه شيدر ابداي حطي الجبن الاول وبعدين ظبطي الملح. تمام كده، هستنى اما الجبنه بتاعتي تدوب خالص. هنا النار لازم أن تكون متوسطه علشان البشاميل اللي ما يتقلش مني قوي، وكمان يكون قوامه مظبوط زي ما احنا شايفين. في الوقت ده هبدا اضيف المكرونه. المكرونه طبعا اديتها شطفه خفيفه بعد ما صفيتها، ابدا اضيفها على طول على البشاميل بتاعي. المقدار ده حلو قوي. طيب، اللي هيسالوني بقى وعايزين يعملوا كميات، الكميات دي حاجه براحتكم خالص. اعملي كميه بشاميل وابداي اضيفي عليها المكرونه، وزي ما تحبي تشوفي قوام البشاميل ويا المكرونه، بس هي لازم تكون غرقانه كده زي ما احنا شايفين. تمام، ممكن تقدميها بالشكل ده، وممكن تعملي فيها الحركة الإضافية اللي احنا هنعملها مع بعض. شايفين، كنت تحطي بس عليها رشة بقدونس كده وتقدميها بالشكل ده. بس انا هنا حبيت اعمل افتكاسة، جبت الدوريتوز وبدأت خدته كسرته كده على الرخامة بالشكل ده. ممكن كمان تستبدلي الدوريتوز بسان بايتس، او ممكن كمان لو عندك بقسماط بتبدأي تبهري البقسماط وتحطي عليه بهارات جبنة، بيبقى حلو قوي وبيناسب جدا للأكلة. دلوقتي هجيب طاجن علشان يدخل الفرن، هحط فيه كمية من المكرونة بصوص الجبنة. تمام، وايت صوص بالجبنة،
وبعد كده هحط عليها الدوريتوز اللي انا كسرته. زي ما قلت لكم ممكن جدا نستخدم بقسماط بس او اي نوع فتات خبز كده ويكون مبهر. تمام، كمان حبيت اضيف كده رشة بسيطة خالص من الموتزاريلا على الوش. طبعا الجبن دي زي ما تحبي بقى ضيفي، يعني الكميات دي براحتك والانواع كمان. خلاص جاهزة ان هي تدخل معايا الفرن هنا، تاخد بس التشميعة من على وش المكرونة لحد ما تحسي ان الموتزاريلا دابت. عايزة اقول لكم بقى بحب قوي التناقض ده بتاع المكرونة الدايبة الناعمة في البشاميل وكمان القرمشة والتبهيرة بتاعت الدوريتوز. اتمنى الوصفة تعجبكم، ما تنسوش لايك وشير. اشوفكم الجاي على خير، مع السلامة.